مجنونة انت؟ ما بدهم يقولوا ليش قلبت فجأة؟ ايه ويقولوا امتسال، يقولوا مو احسن ما اقضي عمري وانا ندمانة؟ خلي القال والقيل وزعل ابو رياض كله على بعضه ياخذ له شهر زمان، مو احسن ما اضيع سنين من عمري مشان ما اطلع هلا بالخزوة؟ لا لا لا، مدري شو صار لعقلك من وقت ما دق عليكي هذا النجس، واذا مفكرة انه رح يصير شي بيناتكم بتكوني اكبر حمارة بالعالم. ايه اكبر حمارة بالعالم، بس مالي غلطانة. مين؟ هذا انا ابو رياض، افتحي. اوعك تقولي له شي، اوعك، فهمتي؟ مرحبا. اهلين ابو رياض. يعني انت لحالي امره لعندك، بدك شي، ناقصك شي؟ انا بالنسبه لي كل شي تحت صار جاهز، وشفت مره من الشام تطبخ ببيتها، هي اللي عملت المحلاية. كتير كتير منيح ابو رياض، يسلم ايديك. ليك بس بدنا شي منعلم لك على الجوال، لانه مشغولين بدنا نجهز العروس. طيب ماشي، يلا خاطركم. مع السلامه. مع السلامه ابو رياض.